النهاردة تكريم مجموعة من الاتحادات المصرية واللاعبين المصريين والرياضات المصرية اللي حققت نتائج خلال الفترة القليلة السابقة. احنا النهاردة كان عندنا تكريم فريق الصم والبكم اللي حصل على الميدالية البرونزية في أولمبيات العالم اللي اتعملت في تركيا بعد ما كسب إيطاليا في المباراة على المركز الثالث والرابع 2-1. كمان كنا بنكرم فريق الخماسي الحديث اللي عمل نتيجة رائعة في بطولة تحت 19 سنة بطولة العالم في تشيك وجاب 6 ميداليات، واحدة ذهبية و3 فضية و2 برونز. كمان كنا بنكرم فريق الوش كونغ فو اللي حصل على بطولة أفريقيا اللي أقيمت في بنين الأسبوع قبل الماضي. إن شاء الله الأسبوع الجاي في تكريم آخر. الأسبوع اللي فات كنا بنكرم سباحتنا البطلة فريدة عثمان. الأسبوع الجاي إن شاء الله في تكريم لمنتخب الناشئات بتاع الاسكواش اللي حقق بطولة العالم في نيوزيلندا. فالحمد لله بقدر الإمكان بنحاول يعني شوية شوية كده نكرم كل الرياضيين، وإحنا معترفين طبعا إن المكافآت مش في المستوى اللي الناس كلها تتمناه، لكن هذه الإمكانيات، وشايفين إن شاء الله إن أولادنا مقدرين الظروف الاقتصادية، لكن إن شاء الله إحنا بنبحث عن وسائل جديدة لتنمية موارد الوزارة بحيث إن إحنا نبقى المكافآت على قد الحدث إن شاء الله. هم الحقيقة بيجبرونا المتحدي العاقة واللجنة البارالمبية على إننا أي فرصة نقدر نساعد بيها متأخرش، إن هو بيحاول نتائج كويسة جدا على مستوى العالم، بيعملوا نتائج كويسة قوي، بيجيبوا ميداليات في الأولمبياد، بيجيبوا على كأس العالم. صحيح معظم السفرية بتاعتهم مكلفة لأن هم بيسافروا بفرق وبيحتاجوا أعداد كبيرة من الناس تسافر معاهم، والنهاردة تكلفة السفر لأوروبا مثلا سعر اليورو أو سعر الدولار عالي جدا، فالسفرية اللي كانت بتكلفنا 500,000 جنيه بتجاوزت 1,000,000 جنيه دي النهاردة، لكن هم يستاهلوا لأن هم الحقيقة بيبذلوا مجهود كبير جدا وبيشرفونا وبيرفعوا علم مصر في كل المحافل الدولية.